خلينا نطمن على قبل بس ما اكمل كلامي في هذا الموضوع، او يعني عندنا كلام كتير يخص النادي الاهلي، ولكن كان عندنا امبارح خبر يخص عمرو وردة تحديدا. لكن خلينا برضو نطمن على عمرو وردة لاعب منتخبنا الوطني. الحقيقة اللي بيثبت من مباراة لاخرى ان هو واحد من اللاعبين الجيدين جدا جدا جدا، واللي هو هيبقى مستقبل مصر خلال الفترة القادمة. خلينا نطمن من عمرو وردة على المنتخب وبيعمل ايه في المباراه القادمه. عمرو ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ كله كويس؟ انت عامل ايه؟ كله تمام؟ انا سامع ان انت قلب المعسكر. ها؟ ليه قلب المعسكر؟ ايه بس قلبه يعني مركز، يعني مركز وعمال بس في نوع من انواع الهزار كده. لا لا عادي، ما هو كلام بره الملعب، كل حاجه بقى ايه، كل حاجه تبقى عاديه. لا قلبه بشكل حلو يعني، مش قلبه بشكل وحش. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله كويس. يعني عمرو، الحقيقه المباراه اللي فاتت كان معايا تقرير من امبارح، والناس كلها اشادت بمستوى عمرو ورده، ان هو لما نزل الحقيقه قدم مباراه بشكل جيد وعمل نقله في الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي، في منتخب مصر. انا اسف، تعليقك ايه على هذا الموضوع؟ الحمد لله. انت عارف يعني الواحد لما يتمرن وبيعمل عليه ويستنى فرصه، ف ثم الواحد بيجتهد وبيتعب ربنا بيديله، فانت سواء دقيقتين سواء 10 دقائق سواء نص ساعه سواء الماتش كله. الواحد اهم حاجه ان هو يعمل عليه وما يستعجلش، وكل حاجه ان شاء الله تبقى كويسه مع الوقت. عمرو اكيد انت سعيد باللي بيحصل، اكيد ان انت سعيد ان انت تخش في وقت صعب جدا وتعمل هذه النقله الهجوميه في المنتخب الوطني. انت عارف انا نازل واحنا كنا كسبانين، وانا كان لازم اجري، كان لازم انشط الملعب، كان لازم اقفل كويس. فالحمد لله انا نزلت والحمد لله عملت اللي عليا. يعني سواء بقى بعيد عن مكسب او خساره، لا احنا المنتخب كله عمل عليه، واللعيبه كلها لعبت كويس. تلعب قدام مصر اوروبا، فده ماتش ودي، فالواحد بيتعلم من اخطائه، والواحد بيتعلم من يعني من الحاجات والحاجات النيجاتيف. ف يعني كل واحد عمل عليه، مفيش حد اثر، وده ماتش ودي. اهم حاجه ان شاء الله مركزين في ماتش بعد بكره بتاع اليونان، واهم حاجه كاس العالم ان شاء الله باذن الله. عمرو قول لي، يعني زعلت بعد ما اتغلبتوا، ولا حسيت ان احنا لا احنا عاملين ماتش كويس يا جماعه؟ وايه اللي حصل؟ يعني اشرح لنا برضو اللي حصل وانفعالات اللاعبين بعد المباراه. هل اللعيبه كانت سعيده، كانت زعلانه؟ لان الحقيقه هنا في مصر الناس ما بين الحاجتين، احنا مبسوطين جدا ان احنا عملنا اداء جيد مع بطل اوروبا، ولكن لغايه اخر دقيقه احنا كنا هنكسب المباراه. ما هي دي حاجه اللي تزعل بقى، انت كسبان 1-0 بطل اوروبا لحد اخر 3 دقائق. طبعا هي دي الكوره كل حاجه، بس طبعا حاجه تزعل. انت عملت عليك وموت نفسك في الماتش كل اللعيبه، بس زي ما قلت لك طبعا هو في الاول وفي الاخر طبعا خير. وتاني حاجه ده ماتش ودي، فماتش ودي انت بتتعلم من اخطائك، انت تصلح ايه وتعمل ايه، مين عمل غلط مين عمل صح. وزي ما قلت لك ده خير، ده الواحد بيتعلم دلوقتي عشان ان شاء الله في كاس العالم الواحد ما يعملش اي غلط، وان شاء الله نكسب ونعمل حاجه كويسه في شهر مصر ان شاء الله. يعني عمرو اتروميتوس ده صح؟ انا بتكلم صح؟ بقول ان اسم النادي صح؟ اصل الانديه اليونانيه كلها صعبه قوي. لا انا برضه كنت بتلخبط الاول. اتروميتوس اصله قعدنا نقول، قعدت احفظه قبل ما اخش على الهواء، عشان اتروميتوس نادي من الانديه الوسط اعتقد في الدوري اليوناني يا عمرو. نادي دلوقتي احنا ماشيين ثالث دوري وفرق ثالث دوري وفرق اولمبياكوس الرابع، وفرق اول مره تروح اوروبا ليج، وانا ماشي معاهم كويس، وخسرنا ماتشين بس السيزون ده. فرقه ماشيه كويس، وانا انا بطلع عشان العب واعمل عليا واساعد الفرقه. فاضل قد ايه على الدوري اليوناني يا عمرو؟ ناقص 5 جولات. خمس جولات. طيب هل بتفكر يا عمرو ان انت تكمل في الدوري اليوناني، تلعب في اوروبا، ترجع مصر؟ ممكن جدا يحصل اي حاجه من الحاجات دي، ولا انت لسه مرتبط بعقد مع نادي اتروميتوس؟ لا انا عندي كده كده مع باوك، انا هنا عارة مع اتروميتوس، فهو ايه طبيعي ان شاء الله بعد كاس العالم ان انا ارجع باوك. بس ان شاء الله انا ناوي ان ابدا في اوروبا، وان شاء الله بره اليونان بعد كاس العالم ان شاء الله باذن الله. هل في حد كلمك من النادي الاهلي يا عمرو؟ هو في ناس اتكلمت من فتره، بس النادي الاهلي طبعا بيتي وكل حاجه، بس انا مركز دلوقتي ان انا بره هنا. وانا طالع بره عشان خاطر ما ارجعش تاني. ف برافو عليك. عندي 24 سنه، انا عندي 24 سنه دلوقتي، ف ماما مثلا انا عايز اكمل بره، وانا واخدها خطوه بخطوه. فانا مش طالع لان انا اقعد سنتين بره عشان ارجع العب في مصر تاني، لا. انا فاهم،
انا لو عايز اروح نادي جديد دلوقتي ممكن اروح كل حاجه، بس انا مش عايز اروح اقعد. انا دلوقتي رحت نادي ده عشان خاطر العب ورجلي تبقى في الملعب، وانا لما اجي بقى في الملعب اجي المنتخب وبعمل اللي عليا وبتعب وبجتهد وبقيت بلعب. ف ان شاء الله هي ستيب باي ستيب ان شاء الله، وان شاء الله في حته احسن بعد كاس العالم. طمنا كده على الكابتن مدحت. كابتن مدحت ورده طبعا واحد من نجوم مصر وكره السله السابقه، الراجل البركه ده قد ايه؟ خلي بالك انا كنت بتفرج عليه وانا قاعد، يعني انا كابتن مدحت ده انت عارف ده مثلنا الاعلى في اسكندريه يعني. لا ده بركه ده والله. اخباره ايه كويس؟ طبعا طبعا انا الراجل ده من غيره ولا حاجه يعني صراحه. طبعا الكابتن مدحت يعني واحد من اعظم الحقيقه لاعبي كره السله في نادي اتحاد اسكندريه، طبعا الاسكندرانيه كلهم عارفين الكلام ده. يبقى سلم لنا عليه يا عمرو بس عشان انا بقالي كتير ما شفتوش، فبقى سلم لنا عليه. حاضر عينيا. انا المفروض انا اقول لك انت تسلم عليه عشان انت في مصر. هكلمه، تصدق هخلص الحلقه ان شاء الله واكلمه اطمن عليه. يعني عمرو اخيرا يعني عايز اسالك، امالك ايه وطموحاتك ايه في كاس العالم القادمه؟ الناس كلها بعد الاداء الرائع لمنتخبنا الوطني مع منتخب البرتغال يعني الامال كبرت قوي يا عمرو. تعرف انت احنا المنتخب بتاعنا يعني انت شايف في ناس لعيبه كتير محترفه وناس ناجحه. ان شاء الله يعني انا عامل ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، ان انا اعمل حاجه كويسه مع المنتخب. وان انا يعني اكون سبب ان احنا نفرح الشعب المصري ونعمل حاجه جديده وحاجه كويسه في مصر. وان شاء الله بعد كاس العالم يكون في هاله كبيره باذن الله. فانا دلوقتي مركز مع المنتخب، مركز مع النادي بتاعي اهم حاجه. نعم. وترك طول ما الواحد بيتعب وبيجتهد ورايم ربنا، ربنا هيديك ان شاء الله ده. تمام. عمرو انت تعرضت لحاجه في اليونان اللي هي اطلاق نار اعتقد او حاجه كده، او تداول يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع، هل بالفعل حصل هذا الموضوع؟ حصل، كان جمهور فرق ثانيه كده عشان كان عندنا ماتش. طب خلي الناس تسمع بقى علشان يقول لك الجمهور هنا في مصر، فخلي الناس تسمع يعني. لا لا كان في ناس من جمهور الاولمبياكوس كده كانوا اعتدوا عليا وطلعوا لي وانا رحت بالعربيه، بس الحمد لله ان انا جريت يعني. انا اول مره اعمل سبرنت، اول مره اعمل. انت كنت ماشي في الشارع مش بالعربيه؟ انا كنت رايح اركب العربيه. كنت رايح تركب العربيه يعني؟ يعني العربيه كانت موجوده في الباركنج، ما ينفعش اطلع منه. عملت ايه بقى؟ سبت العربيه وجريت. بص قفلت العربيه بتموت العربيه يعني عارف انت ايه بقى. عارف بولت؟ بولت طبعا. هعمل ايه يعني؟ واحد طلع بشكيره مسدس، يعني هعمل ايه؟ ده هو كان واحد بس ولا كان كذا حد؟ كان اثنين. كان اثنين. طب عرفت بقى بعد كده دول مين، او البوليس مسكهم هناك ولا حاجه، ولا الموضوع عدى؟ انا مش عايز اخش في يعني في الحاجات دي، فرحت البوليس. انا مش عايز اي حاجه، بس يعني هو لو حصل كده عشان خاطر ماتش كوره، ولا عشان خاطر ما عرفش ماتش كوره، فالموضوع يبقى صعب بصراحه يعني. تمام. عموما يا عمرو نتمنى لك يا رب كل التوفيق، وان شاء الله نستمتع بيك في مباراه مصر امام اليونان، وان شاء الله تعمل لنا حاجه جيده يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن اسلام، انا مبسوط ان انا كنت مع حضرتك، ربنا يخليك. اشكرك جدا يا عمرو النجم عمرو ورده الحقيقه من سويسرا، كان بيطمنا عليه وبيطمنا على المنتخب الوطني خلال الفتره او خلال هذه الفتره. بنحاول دايما كل يوم ان احنا نجيب لحضراتكم حد من سويسرا يطمنا على المنتخب. امبارح زي ما حضراتكم شفتوا كان معانا الكابتن احمد ناجي والكابتن اسامه نبيه، النهارده كان معانا الكابتن عمرو ورده نجم نادي اتروميتوس اليوناني، ويعني اتكلمنا معاه في امور كثيره جدا تخص نادي الاهلي، ان هو خلاص هو مركز. انا وجهه نظري ان عمرو هيركز خلال الفتره اللي جايه على وجوده في اليونان، او ممكن يطلع كمان بقى في اوروبا. اعتقد صعب عمرو يرجع الفتره القادمه الى مصر من خلال النادي الاهلي.